وطبعا حضرتك بتتكلم على التعليم الجامعي، لكن مؤكد بتقصد ايضا التعليم في المدرسه. طبعا هينعكس طبعا على التعليم في المدرسه، وان كان تعليم ما قبل الجامعي محتاج خطه خاصه طبعا. لكن اصلاح التعليم الجامعي هيعمل نوع من الاصلاح بطريقه غير مباشره للتعليم. طب حضرتك مره كتبت عن يعني فيما يخص التعليم الجامعي على فكره مكتب التنسيق اللي هو بيوزع الطلبه والطالبات. أيوة. وترفضه، لماذا وايه البديل؟ لان المساله يعني ليست فقط مجموع الدرجات. يعني لابد الكليات يكون فيها اختبارات خاصة حقيقية لمن يمكن تأهيلهم لدخول الكليات المطلوبة. فمسألة التنسيق هي ضد الجودة بهذا الشكل. وبعدين مسألة لجأنا إليها لأن هذه الجحافل التي تدخل الجامعات أعداد لا داعي لها. يعني لابد أن تكون هناك نوعيات محددة يصل إلى التعليم الجامعي. يعني حضرتك شايف أن في الأعداد فوق طاقة التعليم في الجامعات حاليا؟ طبعا يعني مش معقول. حتى لو حد قال مثلا إحنا بننشئ جامعات كل فترة جديدة، ماشي، ولكن يكون الأعداد المقبولة في هذه الجامعات أعداد محدودة كي نستطيع أن إحنا نصنع جودة في التعليم. يعني مش ممكن مع الأعداد والجحافل دي أن أنا أخرج نوعية جيدة من الطالب من الطلبة. يعني طبعا ده بعد واحد من الأبعاد. يعني أنا رأيي. طب ما الأبعاد الأخرى؟ أنا رأيي أن في التعليم الأساسي لابد يكون هناك اهتمام بالفنون. بالفنون في المدارس. في المدارس. وده في اجتماع انا حضرته، في هذا الاجتماع خطبت وزير التعليم وكان الدكتور حسام عيسى هو رئيس الجلسه. وقلت وزير التعليم لابد من تخصيص تلت الدرجه تقريبا في الثانويه العامه لنشاط الفنون. نشاط الفنون، ان الاول يبقى فيه فنون والطالب يتجه الى الفنون كل فن بحسب موهبته. يعني في ويبقى في يعني اساتذه مختصين بتوجيه الطالب. في طالب يصلح في الشعر، طالب يصلح في الموسيقى، طالب يصلح في مسرح الى اخره. يعني انا كنت بدرس الموسيقى في الثانوي على ايد عازف في فرقه ام كلثوم، كان هو المدرس في يعني. أيوه. الظاهرة دي اختفت مع الوقت. هم دول اللي هيبقوا مبدعين فيما بعد، وهم دول الجانب ده هو اللي بيقيس جانب إبداع. مش مسألة إن أنا حصل في الرياضيات والعلوم فقط، إنما في جانب آخر مهم جدا وهو جانب الفنون والميول الطلابية، وتبقى دي مؤهلة للطالب لما يجي يلتحق بأي مجال من المجالات.